باريس. ورمز باريس برج إيفل. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. هذا البرج الذي جذب الناس إليه بروعته وجماله هو في الوقت نفسه أعجوبة هندسية، لا سيما من جهة متانته. فالبرج يقاوم الرياح والهزات بسهولة. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa un solo. ظل برج إيفل مصدر إلهام وبقي تصميمه فريدا جدا. وكان الأصل في تصميم هذا البرج قد استوحي من عظم في جسم الإنسان، هو عظم الفخذ القوي الذي يحمل القسم الأكبر من وزن الإنسان. في أوائل الخمسينات لاحظ عالم التشريح هيرمان فون ماير وهو يدقق في الهيكل العظمي للإنسان حقيقة عجيبة، هي أن عظم الفخذ في وضع الوقوف قوي إلى درجة يستطيع حمل طن كامل، والعظم يتألف من عيدان صغيرة متداخلة على شكل قفص. وفي عام 1866 لاحظ المهندس السويسري كارل كولمان أن تشكيل هذا العظم يستند إلى تصميم محكم جدا. هذه العيدان بشكلها القفصي تخفف من تأثير الثقل والضغط الذي يمارس على العظم، فالعيدان صففت في حالة وقوف الإنسان على طول خطوط القوة التي يتعرض لها العظم. فكر المهندس كولمان في هذه المعجزة الإلهية ليستفيد منها في البناء الحديث، وتوصل إلى بناء برج إيفل ليطابق إلى حد ما عظم الفخذ في تشابكه القفصي الرائع. فكانت هذه المعجزة الإلهية الرائعة في جسم الإنسان مصدر إلهام للتقنيات الحديثة. يستفاد في هذه الأيام من المعلومات الموجودة في الطبيعة في مجالات كثيرة، ابتداء من البناء وانتهاء بمجال الطب. هذه المعلومات أفرزت فرعا جديدا من العلم، بيوميماتيك. علم البيوميماتيك يبحث بدقة في التصاميم الموجودة في الطبيعة، وتتخذ هذه التصاميم نماذج نستنتج منها الحلول العملية في شتى المجالات. والكمال في هذه التصاميم هو السبب الذي جعلها مصدر إلهام للتكنولوجيا، إنها جميعا آيات من آيات الله. إن الله تعالى يبين في مخلوقاته نماذج من علمه اللامتناهي. في هذا الفيلم سنرى أمثلة لعلم البيوميماتيك، وسنتعرف بدقة على نماذج من خلق الله الكبير في الطبيعة.
في الطبيعة تستخدم مواد كثيرة مختلفة عن بعضها، وهذه المواد ذات خصائص خاصة جدا، تعمل بهدوء، لها مظهر جمالي وبنية قوية، وفوق ذلك فإنها قابلة للتحول أيضا. كل مادة من هذه المواد يمكنها أن تكون نموذجا لأبحاث تكنولوجية. السيراميك إحدى المواد المستخدمة كثيرا في الحياة اليومية، لهذه المادة مكان واسع في هذا الميدان، ابتداء من مجال البناء وانتهاء بمجال الكهرباء، ويلزم لإنتاجها حرارة تتراوح بين 1000 و1500 درجة. أما في الكائنات الحية فيوجد سيراميك طبيعي، إحدى هذه الأحياء من القشريات البحرية. يحتاج إنتاجه للسيراميك إلى 4 درجات مئوية فقط. هذا التصميم الخارق استرعى انتباه العالم التركي إلهان أكساي. لاحظ أكساي وهو يدقق في قشور الكائنات البحرية بنية الكائن الحي المسمى أبالوني الخارقة للعادة. كان لهذه الكائن قشرة صلبة جدا، حتى أن مقاومتها تساوي ضعفي مقاومة السيراميك المنتج عن طريق التكنولوجيا المتقدمة. قدم إلهان أكساي بخصوص هذا الموضوع هذا التعليق: بعد تكبير قشور الحيوانات البحرية تحت الميكروسكوب الإلكتروني 300,000 مرة، يظهر جدار من الأجر. يتكون طين هذا الأجر من البروتينات وكربونات الكالسيوم، ولأن بنية هذا الجدار على شكل طبقات فإنه متين متانة تفوق الخيال وأقل قابلية للكسر من السيراميك الذي صنعه الإنسان. طور العالم أكساي مستوحيا من هذه النماذج مادة هي غاية في المقاومة والصلابة. هذه المادة هي سيراميك الألمنيوم، تستخدم كدرع للدبابات في بعض الدول التقنية. المواد التي يصنعها الإنسان تتصدع وتتكسر بعد فترة من الزمن، ولا يمكن إعادة ما تكسر منها إلى حالته السابقة، ولا يمكن إصلاحها إلا بشكل جزئي فقط وبعد محاولات عديدة. إلا أن هذه المادة في الطبيعة تملك نظاما آليا ميكانيكيا يمكنها من تجديد نفسها بنفسها، والعلماء الذين راقبوا هذه الخاصية أنتجوا مواد مبلورة، وهذه المواد تجدد نفسها بنفسها. وأغلب المواد الموجودة في الطبيعة تتألف من مواد ذات بنية مركبة، وهي الأقسام الخليطة. أما الفيبر جلاس المستخدم في مجالات كثيرة فهو خليط صناعي. هذه المادة خفيفة ومتينة ومرنة، يستعمل الفيبر جلاس في إنتاج الأدوات الرياضية وسيارات السباق والزوارق الشراعية وحتى الطائرات وقطع مكوك الفضاء. وبنية هذه المادة موجودة في بعض الأحياء من أول يوم خلقت فيه، ومن بينها التماسيح. فالنسيج الخاص لجلد ظهر التمساح يشبه تماما تركيبة الفيبر جلاس. هذا النسيج متين جدا
بفضل الألياف التي يحتويها وتقوى أليافها بانضمامها داخل النسيج. أما الخليط الصناعي فإنه ضعيف وبدائي جدا بالنسبة إليها. إن الخليط الطبيعي ككل مواد الطبيعة مثال على جمال الإبداع الإلهي الفريد. فالله تعالى يشير في القرآن إلى أن في الحيوان الكثير من الأمثلة والشواهد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وهذا مثال آخر على الخليط الطبيعي، الأنسجة التي تربط العضلات بالعظام، يعني الأوتار. هذه الأوتار متينة ومقاومة إلى أقصى الحدود، وذلك بفضل الألياف المقاومة الموجودة فيها. ولذلك أصبح تصميم الأوتار مصدر إلهام في مجال البناء في هذه الأيام. فتكنولوجيا حبال ستانلس ستيل المستعملة في الجسور المعلقة مطورة بنفس بنية الأوتار. وقد كتب جانين بينيوس أحد أساتذة الجامعة الأمريكية روتجرز في كتابه المسمى بيوميمكري: الأوتار بين المرفق والمعصم هي كالسلاسل التي تحمل الجسور المعلقة، مكونة من حزم من الأسلاك المتشابكة، وكل حزمة من الأسلاك تتكون من أسلاك متشابكة أدق منها، والأسلاك الدقيقة تتكون من حزم جزئية متداخلة، وحتى الذرات في الجزيئات تتكون بشكل حلزوني. هذا التصميم الفريد للأوتار هو أحد الأدلة على قدرة الله تعالى العظيمة، والله تعالى يخبر عن ذلك في آية قرآنية بقوله: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. في الطبيعة أكثر من نوع من الحشرات ينتج الحرير، من بينها نوع واحد فقط ينتج حريرا خاصا جدا، حرير العنكبوت. شبكة العنكبوت من أمتن المواد الموجودة على سطح الأرض، فخيط العنكبوت الحريري الذي قطره أصغر من مليمتر واحد هو أقوى بخمسة أضعاف من سلك ستانلس ستيل ذي السمك نفسه، وخيط العنكبوت قابل للامتداد بمقدار 4 أضعاف طوله، وهو خفيف لدرجة أن الخيط منه يمكن أن يلف الكرة الأرضية كلها 3 مرات، ولكن وزنه لا يزيد على 1 كيلوغرام. وكل عنكبوت ينتج خيوطا بمميزات مختلفة، ثم أن هذه الخيوط قابلة للتحول أيضا، فالعنكبوت يستطيع بسهولة أن يأكل شبكته الممزقة ويعيد نسجها من جديد. ومثال ذلك فعنكبوت دياتيماتوس يستطيع باستخدام غدده وإفرازاته أن ينتج 7 أنواع مختلفة من الحرير. وقد دأبت شركة ديوبوند أكبر شركة منتجة للمواد الكيميائية في العالم على بحث كبير لدراسة خيط العنكبوت، وبعد الأبحاث التي استغرقت وقتا طويلا وكلفت 10 ملايين من الدولارات، وبعد أن حللت بنية جزيئة خيط العنكبوت في مخابر ديبوند، تم عن طريق تقليد بنية هذا الجزيء إنتاج أمتن المواد الصناعية الكافلر. مع أن الكافلر ليس بنفس متانة وقوة خيط العنكبوت،
إلا أنه أمتن مادة أنتجها الإنسان حتى الآن. تخترق الرصاصة كل ما يعترض طريقها بسرعة 150 متر في الثانية، إلا أنها لا تثقب القماش المصنوع من الكافلر. يستخدم الكافلر في إنتاج الدروع وفي السلاسل المستعملة لإيقاف الطائرات وفي السفن الحاملة لها وفي الأحذية المقاومة للألغام وفي الصناعات الفضائية، وأينما دعت الحاجة إلى القوة استعمل الكافلر. ونخبة رجال العلم في العالم وباستخدام أكثر التكنولوجيا تقدما وفي أرقى المخابر الحديثة يبحثون في خيط هذه الحشرة الصغيرة العجماء ويحاولون تقليدها، ومع ذلك لم يتمكنوا من التوصل إلى إبداع هذه الحشرة الصغيرة. لماذا؟ لأن العنكبوت من خلق الله، ولأن الله تعالى هو الذي منحها موهبتها العظيمة هذه. ناطحات السحاب، مثار فخر البشرية في هذا القرن. ولكن هذه المباني الفخمة تمخضت عنها مشكلة متجددة تشغل بال المهندسين والمعماريين والبنائين، إنها نظافة واجهاتها. وقد أجرت أكثر من شركة في جميع أنحاء العالم أبحاثا وحاولت حل هذه المشكلة، ولكن الحل لم يأتي في المخابر والتكنولوجيا، بل جاء من جهة معروفة من الطبيعة. زهرة النيلوفر الأبيض، أي زهرة اللوتس، تنبت في بيئة طينية ملوثة، ولكن أوراقها على الرغم من هذا نظيفة دائما. يوجد على زهرة اللوتس غبار متجمع، لكن هذه الزهرة وبطريقة عجيبة جدا تستطيع أن تتخلص منه. توجه اللوتس قطرات المطر إلى مكان وجود الغبار، والمطر يجمعه كله ولا يبقي عليها أي غبار، وهكذا يبقى سطح اللوتس نظيفا دائما. وفي يومنا يستفاد من خاصية اللوتس هذه في تصميم سطوح الأبنية، حتى إن شركة اسمها إسبو أنتجت من خلال دراستها مادة خاصة لأسطح الواجهات أسمتها لوتسان، والفرق بين السطحين واضح جدا. والجهة اليمنى كاللوتس تماما تنظف الوسخ الذي عليها بقطرات من المطر. لقد قدمت هذه الزهرة حلا لمشكلة استعصت على أمهر المهندسين والبنائين والمؤسسات المنتجة لمواد البناء. وحتى تستطيع النبتة إنتاج هذا الحل العجيب، عليها أن تكون متمكنة من علم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا الجزئية والتصميم الصناعي. ولكن هذا الكائن لا عين له،
ولا أذن ولا حتى دماغ. وامتلاك لوتس لهذا النظام المذكور وقدرتها على تنظيف السطح الخارجي هو دليل على أن الله تعالى هو خالق هذا النبات. والله عز وجل يدلنا على هذه الآيات العظيمة في الطبيعة بقوله عز شأنه: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. الحوادث التي تجري في هذه التجارب تتكرر بالمئات كل يوم في جميع أنحاء العالم. وقد نأمن من هذه الحوادث المخيفة في فترات وجيزة. يجري العلماء أبحاثا للتخلص من هذه المشكلة تماما. ومصدر إلهامهم هو أحد الأحياء التي أوجدها الله تعالى في الطبيعة، الجراد. لقد حل الجراد مشكلة من أكبر مشكلات المرور لدى الإنسان. هذه الحشرات الطائرة تجوب بأسراب كبيرة تعد بالملايين، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا يصطدم بعضها ببعض أبدا. والسر فيها حاسة كهربائية منحها الله تعالى لها. يرسل الجراد أولا إلى الجسم الذي يتحرك باتجاهه إشارة إلكترونية، وبفضل هذه الإشارة يتعرف على مكان هذا الجسم فيغير اتجاهه على الفور. يفكر العلماء في هذه الأيام في طريقة الجراد هذه لحل مشكلة المرور بوضع مخططات للوسائط كي تدرك بعضها. الطائرات من التسهيلات التي قدمتها تكنولوجيا المواصلات الحديثة. الانتقال بسرعة في تكنولوجيا أيامنا أمر سهل جدا، ولكن الصعوبة تكمن في الانتقال بسرعة وبدون صوت. أثناء الطيران زاوية كل حافة للجناح تسبب اضطرابات هوائية، وبسبب مرور الرياح المصغرة خلف الجناح تصبح هذه الاضطرابات الهوائية مصدر ضجيج، وعندما تصطدم بالرياح يشتد الضجيج. تطلع المهندسون الذين أرادوا التخلص من هذا الصوت إلى الطبيعة، ورأوا أن الحل الحقيقي موجود فيها. والكائن الحي الذي حقق ذلك هو البوم، الذي ينفذ أهدأ طيران في الطبيعة. وأهم الأسباب التي تيسر للبوم هذا الطيران الهادئ هي الانحناءات الموجودة في أجنحته. يوجد في أجنحة البوم ريش خشن لا يوجد في الطيور الأخرى، ويمكن رؤيته بالعين المجردة. تمنع هذه الأجنحة الضجيج الصادرة من الاضطرابات الهوائية، كما يوجد ريش ناعم يجعل ملمس الجناح ناعما، ويمنع صدور صوت احتكاك الريش ببعضه أثناء الطيران. يستفيد المصممون في أيامنا من هذه الميزة في أجنحة البوم،
ويخططون لتغييرات هامة في أجنحة الطائرات، ويتوقعون أن يخف هدير الطائرات بهذه الطريقة. الفراشات، كل واحدة منها بأجنحتها الملونة آية فنية بديعة. والمحير في هذه الأحياء ذات الألوان الرائعة عدم وجود الألوان، يعني المادة الملونة. فمثلا هذا اللون الأزرق اللامع من أكثر الألوان جاذبية في عالم الحيوان، ولكن جناح الفراشة لا يحتوي على لون أزرق أبدا. والسر فيما يحدث هو الانعكاس. أجنحة الفراشات مغطاة بحراشف شفافة تخدع أبصارنا. يرسل العلماء أشعة ليزر لحراشف فراشة واحدة ويترقبون ما سيحدث، والنتيجة مذهلة. اللون الأزرق ناتج من انعكاس الضوء على الحراشف. تماما كالألوان الناتجة على فقاعات الصابون. ولا يوجد ألوان في الفقاعات أبدا، ولكن عند ورود الضوء عليها تنعكس في شكل ألوان رائعة. والسبب في ذلك كيفية انعكاس ضوء الشمس في الغشاء الرقيق للفقاعة. الضوء يتداخل على طول الأمواج المختلفة، بعضها يزداد وبعضها الآخر يتلاشى، ويتكون هذا المنظر الرائع. أما حراشف الفراشة فتحتوي على طبقات من الأغشية كالأوراق. تعمل هذه الطبقات عمل رغوة الصابون تماما، فبورود الأشعة على طبقاتها تنعدم كل الألوان عدا الأزرق. ويتخذ المصممون في هذه الأيام هذه الميزة المدهشة للفراشات كنموذج يحتذى. ومثال ذلك هذه السيارة مغطاة بمادة تتحكم بالأشعة المنعكسة، وهكذا لن يبهت لونها بمرور الزمن. الخدع الضوئية للفراشة لفتت نظر مؤسسة الدفاع البريطانية، وهي تتوقع أن بنية الفراشات هذه ستحدث فتحا جديدا في تكوين المركبات العسكرية. وهذه الأمثلة تكشف من جديد أن الفراشات مخلوقة بالتصميم الذي تحتاجه للعيش ككل المخلوقات الأخرى. وفي هذا دليل آخر على بديع خلق الله تعالى. قال عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
في أيامنا هذه ومع تقدم التكنولوجيا ازداد العمل في مجال الأعضاء الاصطناعية، وأحد هذه الأعضاء القلب الاصطناعي. والقلب الاصطناعي كالقلب الطبيعي يتألف من بطينين، وهذا هو وجه الشبه الوحيد بين القلبين. وضع الباحثون محركا بين البطينين، يدفع هذا المحرك الجدران الداخلية للبطينين ليحدث في القلب تقلصا. يوجد في القلب الصناعي وعاء في المضخة، ولضخ الدم الموجود في هذا الوعاء نظام آخر. أما في القلب الطبيعي فإن هذا الوعاء نفسه يعمل عمل المضخة، وهذا أكثر فائدة. يعمل القلب الصناعي بواسطة بطارية موضوعة داخل البطينين، ومن الضروري أن تشحن هذه البطارية بأمواج مذياع ذي بطارية أكبر من هذه البطارية. وأما القلب الطبيعي فإنه يتقوى ويتغذى من الدم الذي يضخه، وهكذا وبدون أي عناية يعمل لمدة معدلها من 50 إلى 60 سنة. ويملك القلب الطبيعي خاصية تجديد نفسه بنفسه، ولهذا لا يفقد القدرة على العمل باستمرار أبدا. ولذلك فإن جميع هذه الخواص تجعله فريدا من نوعه. ستيفن فوكل المهندس البيولوجي في جامعة دوك الأمريكية يوضح استحالة تقليد قلب الإنسان. المحركات التي نصنعها مهما كانت قدرتها وتقنيتها قاصرة إلى حد كبير، أما عضلة القلب فهي آلة قادرة على التقلص، لينة ورطبة لا تشبه شيئا من تجهيزاتنا التكنولوجية، ولهذا لا نستطيع أن نقلد القلب. والخلاصة أنه على الرغم من كل التقنيات التي يملكها الإنسان لم يتمكن من تقليد قلب واحد. وبعد كل هذا، هل تستطيع أن تصدق زعم الداروينية أن القلب والجسد الذي يحتويه إنما ظهرت بالمصادفة؟ بل الظالمون في ضلال مبين. يأمرنا الله تعالى بأن نفكر في دلائل الخلق المشابهة لهذه وأن نشكره عليها. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الفيروسات تشكل تهديدا كبيرا على نظام الحاسوب. تتسرب هذه الفيروسات أولا إلى الحاسوب، ثم تتكاثر بنسخ نفسها، ثم تسبب أضرارا حقيقية للمعلومات والكتابات الموجودة في الحاسوب. ولهذا فكرت أكثر من شركة بضرورة إنشاء نظام مناعة ضد الفيروسات. أحد الأبحاث يجري حاليا في مخبر عزل الفيروس في مركز أبحاث واتسون التابع لشركة IBM. أما مصدر إلهامه فهو نظام المناعة الموجود في جسم الإنسان. ستيف وايت أحد مسؤولي الشركة أدلى بهذا التصريح: إن قدرة الجنس البشري على الاستمرار
إنما هي بفضل نظام المناعة التي يملكها. وليتمكن كائن ما من البقاء يجب أن يمتلك نظام مناعة. ولفيروس الحاسوب حياة اصطناعية تماما كالفيروسات البيولوجية الموجودة في الطبيعة، تستخدم النظام الذي تعيش فيه للتكاثر. ومن هنا شق الباحثون طريقهم ودققوا في كيفية حماية نظام المناعة للجسم. عندما يواجه الجسم أحد الأحياء الدقيقة الأجنبية المؤذية له، يعرفها مباشرة ويبدأ بتكوين مضاد مناعي ليفقدها تأثيرها. وهكذا يكون قد عالج أول ميكروب، ويحتفظ ببعض المضادات المناعية من أجل دفاع أسرع ضد أحد الميكروبات فيما بعد. ولفيروسات الحواسب آثار تعطي المبرمج إمكانية التعرف عليها فيما بعد. عندما يجد البرنامج الممشط للحاسوب هذا التوقيع، يعطي إنذارا بوصول عدوى الفيروس إلى الحاسوب. يعني أن البرامج المضادة للفيروس لا تعرف كل شيء عن الفيروس، بل إنها تحتوي فقط على المضاد المناعي الذي يعرف توقيع الفيروس. وفي هذا المثال مرة أخرى دليل على عجز البشر في مجال التكنولوجيا، فيضطرون إلى استلهام الحلول من خلق الله تعالى في الطبيعة ولو كانت أجسامهم. فخالق الطبيعة والإنسان هو الله تعالى ذو العلم التام والحكمة البالغة. تصنع أرقى آلات التصوير من خلال الاستفادة من أسرار العين. وكلما تقدمت التكنولوجيا وكشفت أسرار العين، ازدادت خصائص التقنية لهذه الآلات تعقيدا. وعلى الرغم من ذلك، فإن تكنولوجيا التصوير لا تقارن بأجزاء صغيرة من خواص العين. عند أخذ الصور، أول ما يجب فعله تحديد درجة الوضوح. في آلات التصوير الفوتوغرافي يتم هذا العمل يدويا، أما في الآلات الحديثة فيتم ذلك آليا أوتوماتيكيا. ولكن هذا النظام بطيء ولا يعطي دائما وضوحا تاما. أما عين الإنسان فإنها تفعل ذلك دائما وفي زمن قصير جدا. ومن أجل رؤية الأشياء بوضوح يكفي فقط النظر إليها، أما بقية الأفعال فتنجز بأقل من 1/10 ثانية وبطريقة آلية من قبل الدماغ والعين. الصور الفوتوغرافية المأخوذة أثناء النهار تكون واضحة، ولكن إذا تم التصوير في وسط ذي إضاءة خافتة بدون وجود إضاءة قوية جدا فلاش، فإن الصورة لا تكاد تظهر. ونحن نرى ما حولنا بوضوح تام في وسط ذي إضاءة خافتة أيضا، لأن أعيننا تستطيع أن تضبط نفسها بما يوافق ظروف الإضاءة المتنوعة وشدة الإضاءة المختلفة.
وما يمكنها من هذا هو العضلات الموجودة حول بؤبؤ العين. تسترخي هذه العضلات في الظلام وتتوسع حدقة العين ويدخل العين ضوء أكثر. أما في النور فإن العضلات تتقلص وتصغر حدقة العين ويقل مقدار الضوء الداخل إلى العين، ولذلك يكون المنظر واضحا جدا. هذه العين التي تملك نظاما حساسا كاملا إلى هذه الدرجة هي بلا شك نعمة من خالقنا سبحانه وتعالى. ينبهنا الله تعالى في القرآن إلى ضرورة أن نفكر في هذه الحقيقة وأن نشكره بقوله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. العمل في عمق البحر أو في الفضاء الخارجي يحمل مخاطر كبيرة للغواصين ورواد الفضاء على الرغم من التكنولوجيا المتقدمة. لهذا السبب بدأ العلماء بصنع رجال آليين روبوتات للعمل في هذه المجالات الصعبة. أما في هذه الأيام فيوجد مفهوم جديد في برنامج تكنولوجيا الرجال الآليين. رجال البيوميماتيك الآليون يعني الآلات المقلدة للطبيعة. فقد وجد رجال العلم أنه من الأصح صناعة آلات عن طريق تقليد كائن حي. ومثال ذلك أن ينتج آلة تشبه حشرة من أجل اكتشاف يتم إنجازه في الصحراء، وآلة تشبه سمكة أو قريدس لبحث يتم القيام به في أعماق البحر. وهذه أكثر نجاحا من سواها. وما جعل رجال العلم يقلدون الأحياء الموجودة في الطبيعة هو التصاميم الجسمانية الكاملة. أفضل نظام حركة على الأرض تملكه مفاصل الأرجل، إنها سريعة. لهذا السبب لفتت بنية مفصليات الأرجل انتباه رجال العلم واتخذوها نموذجا في صناعة الآلات. اسم هذا الرجل الآلي آريول، وخبير رجال الآليين إيد ويليامز. آريول هذا يمثل أول آلة مفصلية الأرجل. صممه باستلهام من السرطان. يؤمل من آريول أن يساعد رجال العلم في استكشاف المناطق المجهولة. ولكن بينهما فرق كبير. مهما كان آريول يشبه السرطان، فإن آريول يستمد القوة لتحريك قدمه من حاسوب مبرمج مسبقا، وحركته بدائية جدا بالنسبة إلى السرطان.
وباختصار، إن أفضل آلة لا تقاس بكائن حي مفصلي. وهذه الأمثلة تكشف لنا أن علينا أن نبذل جهودا كبيرة لتقليد خاصية واحدة من خواص كائن حي واحد. أما نظرية داروين في النشوء والارتقاء فإنها تدعي أن الأحياء تكونت بطريق المصادفة وبدون تقدير. وكلما دققنا في تفاصيل الطبيعة وجدنا تفاصيل جديدة تدل على وجود الله تعالى. بحثنا في هذا الفيلم كيف أصبحت الطبيعة مصدر إلهام العلماء والمهندسين، وأن البنى التي في الطبيعة قد خلقت بشكل كامل حتى أن الإنسان يصل إلى أفضل الإنجازات بتقليدها. أما هذا فيرينا مدى قوة وعلم الله تعالى خالق جميع الكون. أما الحقيقة الأخرى التي يجب أن نفهمها فهي أن الله تعالى خلق كل شيء دون أن يكون له نموذج مسبق، وهذه إحدى صفات الله تعالى، فصفة البديع الواردة في القرآن الكريم خالق بلا شبيه. يصف ربنا نفسه في القرآن الكريم بقوله: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.